عقد العبودية. قصة ايدول فتاة وقعت عقد العبودية مع وكالة كبيرة وتم التجارة بها برضاها لأنها وافقت على شروط العقد بهدف الشهرة والمال. فهالقصة حقيقية وواقع مشاهير الكيبوب المؤلم وعالمهم الغامض جدا. واليوم رح أتكلم عن فتاة ضحت بحياتها لأجل الشهرة والمال، والسؤال ما هو المقابل؟ لكن أتمنى من الجميع الاشتراك بالقناة والضغط على اللايك قبل ما أبدأ القصة. تنويه: الأسماء المستخدمة بالقصة ليست حقيقية، لكن القصة واقع أكثر من 70% من مشاهير الكيبوب والعالم. سالي فتاة تعيش مع أسرتها وحالتهم المادية بسيطة جدا، وكأي طفلة عادية تحلم بالشهرة والأضواء من طفولتها. والمعروف بمدارس كوريا إنهم يهتموا بمواهب الأطفال من الرقص والغناء والعروض المسرحية، وفعلا كانت سالي تخطف الأنظار وين ما ظهرت بجمالها ومهاراتها الفنية، حتى أنه وصل صيتها لإحدى الوكالات الكبرى في كوريا وأرسلوا دعوة إلها لتشارك بتجارب الأداء. بالبداية والدي سالي كانوا ضد الفكرة لأنها ما زالت طفلة، لكن العروض المالية أغرتهم كونها رح تأمن مستقبلها ومستقبل أسرتها بالكامل فقط لأنها موهوبة وجميلة. وفعلا شاركت سالي بتجارب الأداء وقدرت كالعادة أنها تلفت انتباههم أيضا، لكن الشرط الوحيد لحتى تنضم إلى أسرة وكالتهم هو العقد. ومن دون أي تردد وقعت سالي ووالديها على العقد، على الرغم من بعض البنود كانت جدا صادمة وغامضة، لكن المقابل المادي كان ضخم. ومن هون بدأت التدريبات المكثفة للطفل البريئة من حميات غذائية وخبراء متخصصين في اللياقة والجمال واللغة والاستعراض، وكأنهم عم يصنعوا قنبلة مؤقتة. فسنة بعد سنة ازدادت شهرة سالي وأصبح لها قاعدة جماهيرية كبيرة في العالم وكوريا، كما إنها نضجت أكثر جسديا وفكريا. فالوكالة قبل انتهاء عقدها قدموا عرض جدا مغري بأضعاف وأضعاف ما كانت تتقاضى، كونها أصبحت فتاة ناضجة ومشهورة بنفس الوقت. لكن للأسف وافقت سالي وجددت عقدها من جديد مع الوكالة، لكنها ما بتعرف شو عم يستناها. فعلا انضمت سالي لفرقة فتيات جديدة وبدأت مسيرتها الفنية مع أول انطلاقة جماعية مع الفرقة واللي حطموا أرقام قياسية. والوكالة بعدها بدأت تستقبل المستثمرين والممولين للفرقة، وكالعادة بدأت التدريبات المكثفة للفتيات مع نظام غذائي قاسي جدا ليحافظوا على رشاقتهم، ورياضة يومية وجلسات للعناية بالبشرة لحتى يجذبوا أكبر الماركات العالمية لهم. وفعلا سالي كانت من أهم النجمات وأجملهم، لكن النظام القاسي يلي عم يعتمدوه والحرمان المستمر بدأ بتحطيم معنوياتهم سنة بعد سنة، رغم إنهم عم يزدادوا شهرة أكثر وعالمية أكثر. وطبعا الشيء الغامض أو المخفي هو علاقة الآيدولز بالمستثمرين والوكالة، بالأحرى هي علاقة شراء سلعة وتجربتها وتمويلها إذا أعجبتهم. فالوكالة مش بس مهتمة بتأسيس آيدول إلهم قاعدة جماهيرية، بل أيضا تدريبهم على ممارسة العلاقات الجنسية مع المستثمرين أو إغراءهم بهدف التمويل أو التجارة بهم جسديا، وهالشي من خلال إجبارهم بلبس ملابس قصيرة جدا وعارية، وهالشي اللي جذب أكبر عدد من العملاء. والمهم هو رفع أسهم الوكالة بالإضافة للمساهمة بنشر الشذوذ بينهم بهدف الإغراء. طبعا الموضوع جدا محرج، لكن هالشي واقع 70% من الأيدولز الكوريين والعالميين أيضا. المهم سالي تم تدريبها على الرقص بإثارة وتجهيزها على مستوى عالمي بالصوت والصورة، بالإضافة إنها خضعت لعدة عمليات تجميلية لتزيد من جمالها وأنوثتها. وبدأت الوكالة تستقبل أهم العروض من أكبر الماركات العالمية
والمستثمرين. وانطلقت سالي كالصاروخ وبدأت بالظهور مع أهم السياسيين والتجار والأثرياء. لكن سالي ما زالت تعتقد أنه هالشي طبيعي كونها من مشاهير كوريا، حتى جاء يوم وتم دعوتها لوحدها مع مستثمر جدا ثري. فالوكالة جهزتها بشكل كامل وتم إرسالها إلى قصره، وهناك اكتشفت إنها لوحدها مع الرجل الثري. فشعرت بالخوف لكنه كان جدا محترم معها بالبداية، فبدأوا يتحدثوا عن مخططاتها المستقبلية، لكن نظراته كانت غير طبيعية تجاهها. وبعد ساعة من الدردشة قدم لها مشروب فشربته، وخلال ثواني شعرت بالصداع وغباش على عيونها إلى أن فقدت الوعي. وبعدها استيقظت على يد شخص من الوكالة كان يضربها على وجهها ويرش المي عليها. فسألته ما الذي حدث؟ وقال لقد أعجبت السيد ميرو فوقع معنا وأصبح من كبار المستثمرين. وبعد هالموقف بدأت سالي تشعر بعدم الأمان والخوف من الوكالة والمستثمرين، لكن للأسف ما معها أي دليل ضدهم. وعقدها بينتهي بعد 7 سنوات، وشروط فسخ العقد جدا صعبة أو مستحيلة، لأنها رح تدفع تكاليف ما أنفقوا عليها طوال فترة تدريباتها مع الوكالة. أو الحل الثاني هو الانتحار. وللأسف بعض الأيدولز يتجهوا للانتحار لحتى يهربوا من العقد المميت، وهو بالأصح عقد العبودية، ولحتى يتحرروا من كل القيود. ومن بعد هالحادثة كشفت سالي إنها أصبحت كاللعبة بيد الوكالة، لعبة هدفها جذب المستثمرين والماركات للدفع إلى وكالتها لحتى تكون الوجه الإعلاني لهم. وفعلا حياة سالي أصبحت محطمة من الداخل، لكن من الخارج يجب أن تبقى مبتسمة أمام جمهورها. فالجميع يعتقد أنها الفتاة المثالية والمدللة والثرية، لكن بالواقع هي الفتاة الفقيرة الجائعة المحرومة والمغتصبة بهدف الشهرة وبعض من المال. وبعد فترة قررت سالي إنها تدخل بعلاقة حب مع آيدول من وكالة أخرى، لكن التهديدات اللي تلقتها من وكالتها والغرامات المالية والخسائر جعلتها تتخلى عن مستقبلها وحلمها مقابل الشهرة والعقد. فعقد العبودية يتحكم بأدق التفاصيل بحياتها، مثل تراكم الديون عليها لحتى تبقى مديونة للوكالة وتحت سيطرتهم، وهذا بالإضافة للحفلات الخاصة مع أهم المستثمرين للوكالة، وممنوع رفض أي طلب منهم، فهاد مش من مصلحتها كأيدول. وإرضاء المستثمرين يعتبر ارتفاع سوقها في العلامة التجارية، وإذا حاولت إنها تفسخ عقدها مع الوكالة فرح تخرج بسمعة سيئة، مثل المخدرات أو الدعارة أو أي شيء يسيء بسمعتها ويدمر مستقبلها. والسؤال هنا، ما الذي حدث مع سالي؟ فهل استسلمت لأوامر الوكالة وأصبحت سلعة للمستثمرين؟ أم قررت إنهاء عقدها وبدء حياة جديدة بعيدة عن الأضواء والشهرة؟ أو معقول تنتقم على طريقتها الخاصة؟ هذا ما رح تعرفوه بالحلقة القادمة من سلسلة عقد العبودية. وإذا نال إعجابكم هالجزء وحصل على أكبر عدد من المشاهدات والإعجابات، انتظروا مني سلسلة جديدة وضخمة جدا لحياة الأيدولز الذكور والفتيات في عالم الكيبوب الغامض. لا تنسوا بالختام نشر الفيديو والاشتراك بالقناة والضغط على زر الإعجاب. كان معكم بارك بيشيونغ دبايو جلكايو.